المحور الأول يقول أن هناك مبالغة في دور المرأة في الثورات العربية الأخيرة. نأخذ تسجيلاً من ثم نأخذ رأي الحضور والمشاركون. مرحباً، اسمي سيما عبد ربه، أنا ناشطة سورية وسأشارك اليوم في مناظرات دبي الرابعة. سأقوم بالإجابة عن السؤال الأول الذي يفترض بأن دور المرأة في ثورات الربيع العربي كان دوراً ضئيلاً ومبالغاً به إعلامياً. الحقيقة هي أن إجابتي على هذا السؤال هي لا. إن المرأة اليوم تصنع تاريخ بلادها ومشاركتها لا تقل أبداً عن مشاركة الرجل، ففي بعض الأحيان تتجاوز ذلك. شكراً لكم. أخت سمية، بما أنكم أنتم يعني من في قلب الحدث حالياً من سوريا، ما هي مدى نسبة مشاركة النساء في المظاهرات في سوريا؟ بداية، إجراء أي إحصاء أو رصد لمشاركة المرأة حالياً يعني غير متوفر، هذه بالناحية الأكاديمية اللي نقول. نعم. ثانياً، المظاهرة وكما قالت الزميلة سيما ليست هي الشكل الوحيد في الاشتراك حالياً بالحراك للتغيير وبالثورة، فهنالك عدة أشكال أخرى استطاعت المرأة مثلاً في سوريا أن مثلاً في موضوع الدعم الإغاثي وجمع التبرعات، الظاهرة الرائعة من أمهات الشهداء المعنوية، حيث كان يعني أمهات الشهداء لم يكن كاللواتي فقدنا شيئا وهم حزنا، وإنما يعني كنا سعداء ومعتزات بهذه الشهادة. موضوع الهلال الأحمر والتمريض والطبابة والاشتراك فيها، كل هذه كان المرأة دور فاعل، بالإضافة لموضوع التظاهر، فكان هنالك تظاهرات نسائية وكان هنالك تظاهرات مختلطة خاصة في بداية الثورة، لكن للأسف مستوى العنف الشديد الذي مورس جعلها يعني تبدو هي في الواجهة الخلفية لنقل. فأنت لا تعترفين أن هناك فعلا نقص أو عدم توازن في نسبة مشاركة النساء مقارنة بالرجال في المظاهرات الفعلية؟ يعني أنت تعود وتقول المظاهرات، أنا أخبرك بأن يعني وجهة نظري الأدوار هذه الأخرى جميعها كلاسيكية، ممكن التعبير الوحيد للتعبير عن الرأي بلا شك. هل تتفقين؟ هل نسبة الرجال أكثر من النساء في النزول إلى الشارع فعلا؟ لا أحد يشكك في دور النساء في الدعم المعنوي كدور الأمهات كدور التمريض وما إلى ذلك، لكن هل فعلا الرجال أجرأ من النساء في المظاهرات؟ ممكن إذا نعطي للنساء نفس الحريات أنها تخرج سيكون عندنا نفس العدد من النساء كالرجال. وكأنك تقولين أن من يخرج المظاهرات يمنع زوجته أو أخته أو أمه من ظهور المظاهرات. أنا كنت ممنوعة. وهو ثوري محافظ. هناك في بالتأكيد كان مبالغة في دور النساء وفي دور المدونين وفي دور الشباب وفي دور وإلى آخره. كل ثورة مرافقة بأسطورة، والأسطورة في الثورات العربية هي المبالغة. في ثورة تونس كان عندنا شهداء نساء بكثير من الشهداء النساء. في ثورة تونس وخاصة قبل ثورة تونس كان عندنا المساواة في نشطاء حقوق الإنسان، وناشطات حقوق الإنسان كانت تسجن، كنا نعذب ناشطات حقوق الإنسان كرجل. هذا السؤال يعني هو سؤال، هل إن النساء ضد الرجال؟ من ربح؟ من عمل الثورة؟ من لم يعمل الثورة؟ هل كانت المشاركة متساوية؟ هذا هو كان السؤال. أقول شيء واحد، اليوم البارحة محمد البوعزيزي في السنة الفارطة محمد البوعزيزي حرق نفسه، واليوم خرجت أول مظاهرة في تونس، وهي التي أسقطت بن علي، ولكن وهي قاعدة تسقط في القذافي وفي الآخرين. من أول مظاهر؟ أم البوعزيزي. من ثاني مظاهر؟ أخت البوعزيزي. من ثالث مظاهر؟ أخت الثانية. فهي في النوعية وليست الكمية. ممكن هي ليست هي هي هو ممكن يعني تفريط أن نحكي على الكمية. دكتورة، هل توكل كرمان أسطورة أم هي فعلا مناضلة تستمر في تمثيل، هل هي تمثل
فعلا كم كبير من النساء في اليمن أو أم لا؟ أنا قبل ما أجاوب على سؤالك لو سمح لي فقط، يعني أنا أرفض اختزال الثورة في لحظة الخروج. هناك تراكمات ونضالات لحقوقيين في نشطاء من المجتمع المدني هي التي دفعت إلى لحظة الانطلاق. يعني أنا أتصور أن بهذه الطريقة أن إحنا نضع المشهد من ظهروا في الصورة فقط، ومن خلف الصورة يعني نغمطهم حقوقهم، لا، هذه نتيجة نضالات متواصلة للشعوب. هناك من مات قبل، هناك نساء، هناك رجال. أيضا وضع المسألة رجل وامرأة أنا لا تعجبني، المناضل كان امرأة أو رجل. بالنسبة لي وضع اليمن، يمكن وضع اليمن وهو قريبة للجزيرة وفيها نوع من التزمت والتشدد الاجتماعي، ولكن على فكرة يعني في تاريخ اليمن يعني أكثر نساء عربيات حكمنا في المنطقة العربية هم من اليمن، بلقيس وأروى. يعني اليمن تاريخها في بالنسبة لصعود المرأة بارز. توكل هي رمز لجيلها ورمز لنساء جئنا من اليمن أيضا. يعني أنا لا تعجبني الأسطورة بالنسبة للمنطقة العربية، لا يمكن اختزال نضال كل الثورة في توكل كرمان هي الواجهة، لكن هناك نضالات آخرين خلف توكل. أستاذ محمد، يعني لست بامرأة ولكن واضح، ولكن من خلال خروج المرأة أو مشاركة المرأة في الثورات أقل من مشاركة الرجل لسبب بسيط، إنه الرجل قد يواجه نظاماً ديكتاتورياً فاشياً واحداً أو قد يواجه احتلالاً عسكرياً، بينما المرأة تواجه نظامين فاشيين أو ديكتاتوريين، هو النظام السياسي الحاكم في تلك الدولة والعقلية الذكورية. بالتالي العقلية الذكورية ضد المرأة هي نظام ديكتاتوري. فبالتالي أتفق مع الزميلة أميرة بأنه لأنها تواجه نظام ذكوري ديكتاتوري فهذا يحد من مسألة خروجها ومشاركتها في الثورات. ممكن البنت تقول لأهلها أنا طالع بكرة في مظاهرة، يقولها أبوها عمدي في البيت فيش طلع، ما طلعتش على بحكيش عن المظاهرة زي ما تفضلت دكتورة بمعناها أو بالاختزالات اللي حكيناها بأي إسهام. ممكن تعليمها هو يكون جزء من الثورات، وأيضا قد تمنع بحكم أنه تخضع ومنصاعة لنظام ذكوري بالتالي لا يقل يعني قسوة عن النظام السياسي الحاكم. رغم ذلك هي المرأة تحدت حاليا هذا المجتمع الذكوري وخرجت. مجرد خروج المرأة في دولة مثل اليمن أو حتى بقية الدول العربية التي تتمتع بمجتمع محافظ إلى الشارع، هذا يعني رسالة واضحة إلى المجتمع بأنه دورها لم ينتهي عند المنزل، هي خرجت من المنزل وشاركت. فمجرد خروجها هو كان ربما في بعض الأماكن أصلا غير متوقع. هل في مبالغة دكتور؟ لا. لا. أنا بالنسبة لي كان أقل، يعني لم تكن الإعلام لم يعطي المرأة حقها. لا، هنالك قصص كثيرة عن نضالات المرأة حد يعني مبالغة أم لم تظهر؟ لم تظهر. أنا لم أرها. فلا تتفقي. نعم مبالغة. في مبالغة. يعني أنا أعتقد إنه الإعلام أنصفها، لم يبالغ بوجودها ولم يقصر، أعطاها كما هي موجودة بوزنها الحقيقي.